السلام عليكم يا الله حلو المتابعين، معكم الوليد والفيصل. واليوم طالعين بدري شوي عشان نغطي مطعم، مو مطعم معليش، مخبز ايزي بيكري. فيصل قد قال لي ورا ما نغطيه، بعدين شفت فيه تعليقات باليوتيوب ورا ما نغطيه، رحت شفت التقييمات بجوجل ماب، طلعوا في ناس واجدين يعني فانز للمخبز هذا، فقلت بما انه مشهور وغير كذا زحمه قلت اكيد الناس يعني عجبهم المخبز فنعطيه تجربه. المخبز هو زحمه ولازم تمسك سرعه، فان شاء الله يكون سريع سريع. بطلب من كم صنف كذا شيء؟ الله انت بنازل المره الجايه ان شاء الله انزل المره الجايه عادي، انا انزل اصلا ما في مشكله. فابنزل الحين باخذ طلبات وبشكل كذا وبجي. ايش تبي مشروب؟ ابي بلاك. بلاك بلاك كافي 1 بس سرع. مو مرة ترى يعني انت بسط شوي، انت بسط يعني انت بسط. مين يجيب الكلمات ذي يا اخي؟ اصبر انت بسط، اصبر خلنا ترجم لهم. انت بسط، انا ما اعرفه حتى ذي. اسمعني، انت بسط يعني وقفت طويلا. اللي فهم على ذي اعطينا خبر، يعني انا احس ان الكلام من عنده. طلبت لك بلاك وطلبت لي فلات. فلات وايت؟ ايه قال لي فلات وايت. خلنا نشوف هذا فلات حقي. بسم الله مع عسل ذي. خلا هنا زين. ما ادري حسني بكم كرتون، انا ما ادري ليه. طيب ايش نبدا ان شاء الله؟ شوف الحين انا طلعت كلهن، كان باكياس طلعتهن لكم، بحطهن هنا انا فوق. صدق ما ادري وش اسمائهم فيصل، لاني يعني انا رحت لما قلت له ايش تنصحني بو، قال لي في هذا وهذا، قلت عطني هذا وهذا، ما ادري وش فيه. انا بقرا اسامي. كرسان لوز هذا. هذا كروسان اللوز. عادي عادي بنظف السيارة بعدين اقطع. بسم الله. والله هش الصراحة. مش هي بالتفاح ولا شلون؟ الحشوة وشو؟ مو بالتفاح. تقل لوز. تقل جزت لي. حلو صح؟ البلاك حقهم تستخدم نفسك. البلاك حقهم قهوة اليوم يعطيك كوب واخدم نفسك. ثاني شيء كروسان الجبن. كروسان الجبن الجبنة صراحة الكروسانة. اصبر ورهم اياه اول. هذه كروسان الجبن بس سبيرة مرة. الله من زين القسمة. لا دوك ذي كبيرة. لا ما ابي كبيرة، هذه كروسان الجبن. والله يبيلك سفرة. هو بيبيلي سفرة، يبيلي مكنسة لانه صج انت للموتر. بسم الله. يا اخي كروسانة هم يا اخي طيب يا اخي. ايه تعرف اللي خش. روح نتعشى منه اليوم. كرسان جبن لايك. خلي عقب خلاص نعطيك تقييم. لا واضح ما شاء الله ان المحل ما فيه ولا غلط ان شاء الله. لا صراحة إلى الآن كويس. ثالث شيء عندنا كيك الليمون. ما حط عليه فوق كويس. هذه كيكة الليمون. فيها الله جوي كيكات. كم تاريخها؟ شكلها أمس مزينة صح؟ لا منتجينا ب20، اليوم 21. امس يعني امس كانت حلوه. اتوقع لو ماخذينا امس افضل، لانه هم منتجينا امس. بغض النظر وليد انا اشوف انها طعيمه مره، انا اشوف انها افضل الاقران هي. ما مره جلتي صراحه يعني. انا اشوف انها افضل الاقران هي. انا موت على الكيك اذا صار فيه مو بدهني ناشف شوي. هو مو بدهني صادق، بس مبدهني. انا اقول عشانه جلس يوم اول ما اخذته انقطع. طيب يقول لك دانش القرفه. يا اخي والله احسني بفيلم كرتون يا وليد. بيكري كذا والله صرت احسبها فيلم كرتون. وش ذا؟ هذه دانش القرفه. طب نقطع. الله شفتوا القرفه كيف عامله ازاي؟ جاز الفيصل على طول دريت. هذا بالنسبه لدانش القرفه نور ممتازة. اللي بعده يقول لك تارت بيكان قطع. صراحة أنا هذه مالي به تاكله ولا والله لا الحين أفقع وجهي. أباكل دواقي منه. بيكان بالكراميل. هذا البيكان شو اسمه؟ تارت بيكان قطعة. من محاسن الواحد يصير أعسر، يقطع باليسار وياكل باليمين. أحس إني أسرع واحد ياكل ستيك.
باليمين طبعا. بسم الله. جزت لي بس انا ما يحب حالي هو داري ما بقولك اياه لا تقول انا اللي اكلناه انت وحاليات بس الكراسان يعني هش كذا و هذه هشه برضه يا وليد. لا هذه زي القطعه تشيز زي التشيز كيك كذا ثقيل انا ما احبها صراحه. خلاص خلي القطعه دي بعدين. باقي عندنا اخر شيء اللي هو دانش الجبنه مع العسل. وليد كنت طلبت بدون عسل. الله كم انا احب الشتاء. انظروا بسم الله. جبن ابيض صح؟ جبن مالح. جبن مالح مع عسل والله حلو المكس يعني. كم اسعار؟ طيب الان الجودة وش رايك به؟ افضل جودة قد دخلت به مخبز بحياتي. ممكن اسوي ريتويت انا يعني من افضل المخابز اللي انا ادور انا ادور زلة بس ما لقيت زلة. نفس الشيء الزلة تدري وش الزلة الوحيدة؟ انه زحمة. لا هذه مو بزلة انا اقول لك يعني يا ربي رازقه وشو فهمت علي؟ بس كجودة صراحة انا عجبني يعني. مرة مرة رح رح الكروسان يعني هش كروسان يا اخي تكفى دي ولا بشرب اخذ الكروسان هذا يعني. طيب يقول لك عندك اول شيء الاسعار يلا روح. طيب كروسان لوز ب 16، كروسان جبن 13، كيك ليمون 14، دانش القرفة 14، تارت بيكان قطعة 18، دانش الجبنة مع العسل 14، قهوة اليوم 10، فلات وايت 15. طيب المخبز ده ما يعتبر من النوع اللي رخيص، يعتبر سعره متوسط زين؟ متوسط إيه؟ لكن هو يعتبر من أفضل المخابز متوسطة السعر أنا أشوف. صح زين وقد يتفوق على اللي غالية بعد. فعلا لأن مو بأي شيء غالي معناته أنه زين. أنا ما قد شفت صاحب مقهى زي مو مقهى يعني مخبز زي هذا بهالطعم تطلب منه أي شيء فجأة سبحان الله يطلع لك كله كويس ما قد شفته. إيه بس عشان نكون منصفين أنا دخلت على تقييماته بجوجل ماب شفت بعض الناس يشتكون يقولون أوه هذا كل ما جيت وعنده الشيء هذا فلاني قاضي، كل ما جيت كذا ألقى هالشيء هذا قاضي. يعني طبيعي. أول شيء بالنسبة لأنه قاضي ولا مو بقضى حاول أنت أنك تروح صبح لأنه ترى المخابز حتى برا المخابز تلقى كل شيء متوفر الصبح. صحيح. كل المخبوزات متوفرة لأنهم يخبزون الصبح يعني مو معقول بتجي المغرب ولا العشاء تحصل عنده طازج مثلا تبي تلقى شيء مثلا ما خلص فهو مو مطعم عشان تقولوا ليش مو متوفر عنده الشيء فلاني. سعره ترى مقارنة بعض البراند أو البراندات المشهورة ترى بعض البراندات المشهورة توصل 20-22 وهو اصلا مو هو بطازج. وانا اشوف الكروسانه صراحه كبيره. الكروسانه كبيره شفته انت كبر راسي كبيره بس يبقى نقول لكم يعني انه مو بسعره يعني والله ببلاش ذا لا بس انه يبقى سعره متوسط لكن معطيك جوده حلوه. انا احنا مشكلتنا مو مع السعر المتوسط احنا مشكلتنا احنا مع السعر المرتفع. اذا جانا سعر متوسط وجوده رديئه هنا عاد على طول نقول خير ان شاء الله يصير السعر ذا يعني. ايه بس سعر متوسط وجودة عالية ما شاء الله جودة عالية يعني فأنا أحسبه مثل اللي جودة متوسطة ورخيص مرة زي كذا. لا ما شاء الله تجربتنا جداً حلوة جداً حتى زينت مودي مرة سنة صراحة هو المحل الوحيد اللي زحمة زين ويعني أفكر أني أروح لما مرتين وعالي. أو أطلب منه يعني كطلب مرة مرة مريح. هو لو يفتح مثلاً فرع ثاني أو فرع ثالث سحابي 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 لو يفتح بس سحابي سحابي يعني عن بعد يعني يصير يعني بشركة التوصيل يعني بس المحل كان ودي أصوره كامل تفصيلاً لكن في زحمة ولا ودي أقتحم خصوصية أحد مع أنه لو بصور يعني بغطي على وجيه الناس بس أنه ما ودي أحد يتضايق إذا رفعت الكاميرا. هو مو محل يعني عشان تتكيفي يعني فما هو بمرة يعني أي صورت تصوير على السريع كذا. أهم شيء مضمون كروسان. بس وش اكثر شيء جاز لك؟ عندك الكروسان بلا شك وعندك اللي هو الدانش اللي هو القرفه. انا شفته كذا قلت يا الله فيها دسامه كثيره يعني سكلته حسنها يعني لطيفه وبرضه حكت الجبن حلوه مره بس الشيء اللي يعني استثقلته شوي اللي هو البيكان مع ذا البيكان لانه حلا حلا اي فاللي بيطلبه ياخذ حذره انه يعني ترى ممكن يعني ثقيل يعني يسبب لك التخمه على قولتهم يعني ثقيله شوي تعتبر حاليه مره. انا جاز لي دانش جبن مع عسل برضه حلو الجبن جبن مالح فكره جديده حسيت الجبن مو باي جبن لا كانه مالح شوي مع عسل اوه جميل مره صراحه. هذا كان تقييمنا المتواضع الايزي بيكري يظل تقييم شخصي لازم انا اردد انا اراهن عليه بعد انا اراهن عليه مره ذيبة واتمنى انه التقييم اعجبكم ويعطيكم العافيه على المشاهده والى هنا وصلنا لهذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات والى فلوق اخر باذن الله اشوفكم على خير مع السلامه مع الله. خلنا نبدا ذي طيب فيصل ما في دبره يا مدير والله العظيم اقول كلام يعني منطقي يجي يعني تعرفون لا نبدا بالترتيب بالفاتوره فهمت انا بديتها حمل ايش فيك انت نقسم كروسان اللوز اولا لا يا اخي ليش فوق البيكان الله يرحم والديك
ما بجاية شيء. طيب حاجة شو راح تقطر لنفسك يعني؟ لا لا برادة بش. مو برادة حرارة سخانة سخانة معليش. والله العظيم احنا عايشين مع شخص يعني اسمعوا تاكل من الكروسان. حتى الحمامة تاكل من الكروسان. شفتوا بقايا كروسان يعني حطنا هنا بالبرحة ان شاء الله عليك. بقايا كروسان قصد الفرافيث. الفرافيث حطيتها بالبرحة هنا علشان الفرافيث اللي هي أجزاء صغيرة اللي طاحت من الكروسان. الله فتافيت الخبز.